رسول الله اسمعني مولاي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ترك صلاة الصبح. شبي يا رسول الله؟ خلي يسمع اللي ما يصلي صلاة الصبح. قال: من ترك صلاة الصبح ليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر ليس في جسمه قوة. الله. ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء ماذا يجري عليه يا رسول الله؟ قال: ومن ترك صلاة العشاء ليس في نومه راحة. أريد أسألك بالله عليك مولاي، هذا اللي تارك صلاة الظهر، اللي غافل، اللي ناسي، هكذا يتعاقب؟ فكيف بالذين لا يصلون؟ شلون بحال اللي ما يصلي اللي تارك الصلاة؟ لماذا سميت الصلاة صلاة؟ لأنها صلة بين العبد وبين الله. إذا أنت يا ابن آدم قطعت هذه الصلة، شلون حالك يا ابن آدم؟